عايز أنقل أنه الآن المظاهرات أمام الكابيتول، بل وبعض المتظاهرين دخلوا أمام الكابيتول بالولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن دي سي العاصمة للمطالبة بإيقاف هذا العدوان على الأراضي الفلسطينية. يعني بس علشان يبقى المشاهدين فاهمين انه هذه المظاهرات هي من بعض اليهود الامريكان اللي قاموا بالتظاهر والرافضين للعنف والرافضين لهذا التصعيد العسكري تجاه قطاع غزة، مطالبين السياسيين الامريكان بالتدخل لإيقاف العنف وإيقاف التصعيد العسكري على قطاع غزة. أيضا زي ما حضراتكم شايفين هناك الكثير من المظاهرات تقف حول المبنى، يعني هناك بعض المتظاهرين من اليهود الذين يدعون إلى شيء من السلام ويطالبون بوقف هذه الاعتداءات على غزة. هم كاتبين حتى لابسين يعني هذه القمصان السوداء مكتوب عليها بالأبيض، أنا بتكلم عن اللي في الداخل، فمكتوب عليها بالأبيض اليهود يقولون لا، أو مكتوب عليها نصا يهود يقولون لا. طبعا هنا لا المعني بها لا لهذا التصعيد، لا لهذا القصف، لا لهذه الوحشية، لا لهذه المجازر. أما المجموعات اللي حضراتكم شايفينها قدامكم دلوقتي واللي محيطة بالكابيتول، فمنها الكثيرين يرفعون بالفعل العلم الفلسطيني. بالمناسبة هذه الصورة مباشرة الآن من واشنطن دي سي العاصمة، يرفعون العلم الفلسطيني، يرفعون اللافتات التي تندد بهذا العدوان العسكري الغاشم وتندد بهذه المجازر التي تقترف بحق أهالينا الفلسطينيين بقطاع غزة.